Başına bulandı daha. Yürü yürü. من لم يتعلم الكتاب والسنة فلا يقتدى به في هذا الأمر. قفك الكتاب والأحاديث للعلم لأخان بران الكوري أن إن كان صوفي ولا يتصوف كما وقت إمام ونوات قولي ليس أصوه سبيل الله يسكى لكن نغم ما إذا نغم وضك الشعري ومشك ونغم ونوات ولوتي يعني سيدي أحمد بن إدريس نور الله له ضريحة ونفعنا ببركاته وقوها وفكر الله أخير من طغم فيسكا على أخير كتاب كان إلى الإعلام ومسكرية يمكن إلى الزيخلي ومسكرية أما الدرع كتاب كان إلى كأخير يعني عشرات الكتب أشياء كشيكي وكتاريخي وهذا اسمه راعي سيدي أحمد بن إدريس إلوها علام مفتئة قوي قفكست إلى غص فريساية وتلميذ المغناية وشيخ وكلد الدار مجري من العلم ومرت كتاب كان الدرع اللي شيخ المجري جري حسن بن عاكش وقويل سيأسكر كتاب الدرع شيخ حسن بن عاكش أسكر وقويل قرأت على السيد أحمد بن إدريس صحيح البخاري ومسلم وابن داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. أمهات الستة هي كتب أخرين الشيخ أنكبرت وابن السيد. مكة والصوفي وقائد الضريرة كتبتي أحاديث هو وينين وأمهات الستة هي وأخرها قائد الضريرة. وأنا مكة هذه الشيوخ لنا قد يعني إلهي نوافق سبحانه وتعالى وأعاد علينا من بركاتهم هذه كل يعينا وتصوف كان يبدأ الحق تهي إن جدكو يا أمراء جدكو الأخرى هاي العلم والعمل به من علم لو تطلب لغنى عرفة علم حلوة اللي وبلهاك وكتاني قال امتحاني تدبر على الولد ياري شاخي ونور بمسألة دقيقة وقال قال قال الشيخ كتب مركو صفرس مركز الشيخ مركو كرسي كفرس شعوين يا فلان مسألتك كذا وكذا وجوابها كذا وكذا انت اسم سؤالي روح للهبل هذيك سؤالي هذا الدين حتي واساس اساس جوابتي واساس هذيك انا سؤالي هذا الدين حتي دليل سيدي لما يتصوف ساسي بصعك ويقول ما في علم يعرف إلى هاي وحضارة ويسكت على رصيصة لكن حديث العلم يعرف القطري وحيا يسيس عليك وحيا يسيس عليك نقول هذا دورا سيدا سوى كان مكو في الشيخ سيدي أحمد بن إدريس مكة المكرمة هي مكة ابن الروحية لا شيخ عارف هاي انتو نراء وغن مكة يمن العراق حجاز كل بروكا صوت انا يعانك لا تكي سبو عين قبرية طولاس المحكاة غيري طولاس في لهم نفع علي شيخ احمد بن جيسا مكة صوتي وهل يدي الى شيخ حشيرة فصيح جهاري مسكر سو شيخ احمد سو هي اللي نقوس عليه الشيخ لا عالمي مركز الشيخ الدين سؤال وزير غير مكتوب جوابي
أن الشيخ دع عنك هذا وعجل المسيرة إلى المدينة المنورة، فإن وفاتك قريب. سؤال ما شاء قصير بيدي سيبتك لهذا المدينة المنورة الله يعني أنا نبي أقول لأتي صلى الله عليه وسلم عمر يا الله وحيا كلمة لا يدع سيئ وحيا عندما وقت يسخر منه ما شاء الله قريبا شاء الله سنرفي بواتي نرفو باش مليال النبي حبيبي هيا لا يفتك على الله وقت يسخر ما اسمك؟ المكاري علم العلم والعمل كل العالم ما كاش يوخذي ليس وكاري طريقة سلاسة وحال الله أعلاك تولي علم تولي مصاريات تولي إما دخل في أبوك يعني كم هو سنة شوف لا هذا طريقة لا أي كم هو أعلاك السيد أحمد بن إدريس الشيخ الذي يجري الشيخ محمد بن طالب لكن علماء الحديثين تلقى قناة ابن سودة والشيخ مرتضى الزبيدي حافظ مرتضى الزبيدي الشيخ السيوة وشيخا كتاب كان شرحي إياء الدين الحافظ سعادة المتقين توقف مزود كشرحي تاج العروس كتاب كان إياء عروس كشرحي ترم جلد كشرحي الشيخ السيوة محمد بن طالب المعروف بن سودة يا شيخ يعني هو علم يقاطي شيخ هسو علم يقاطي وابن سودة لديه تريد وخارج شرع كلين المجد الجاري على صحيح البخاري كتاب الإمام كرفس وضد يعني إلى حدود التأليف إلى حدود التأليف كارين شيخ المرتضى الزبيدي قاموس كشرحي اسكو شيخ عالي سيدي احمد بن ادريس اسكو شيخ عالي مركا بخاري وقتها شرح كلها شيخ اس مركا وحا عالي ساعي محمد بن طالب المعروف بابن سودة قال لنا بخاري وقتها شرح كلها قال وجعلا قطبت احاديثة نرهام بخاري وجعلا بش رمضان بخاري وابن هجر عليه الصلاة والسلام رمضان بخاري وخاتم هجر صدر كابن وكو خاتم هجر سلاسي العلماء يا أبو طريقة تصوف كم درسنا أي هذا ومع هذه الثروة الهائلة والخدمات الدينية بحلقة أسبوعي هيك قصة دينة السنة النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة المسلمة اليمين وسلاسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليلة ونهار وآخر الجيل أيها الحلولية خرافية يعني بل انت لو يسي عدد بلالية قادة مكان وعلى الرابطة السنة قاعد يعني علمنا يعني الفرق والكتلة ونقول بها ربك ذاتك على الدنيا وديت الشيخ هذا يعني قلت الجمعي ليه ذاتك الدين تسيل السحر أو كانت الجمعي وإنه ما رفع الكلام وغيره هو عقيدة ليس هو هستر وجه هو هستر هايوتي الشيخ يسوى سلاس عالم وها وهذا أن سوى الشيخني إن أمها تستها قضي سوى أخذ بكلام الناس سلاس حسن تعادش وأمها تشاهدوا يا أخي أيها هذا الشيخ هو بحلاء يهرشاء قريب علم التربية سروك إلى تصوفك لقفك هذا عالم يعني كم مرمايه قف إلى يدتي وصاحب رمضان وسافع إلى رمضان إلى يقوله سوء تربية مركا الشيخ عبد الوهاب التازي ومركز الشيخ
ايوه مارك خشوع على هي اكل يوم اعلان الوله سرابش الاسكوت اسود يا دربش على الله ما يعلى الشيء يا الحسن يا الحسن سبحان الله مروه الرب بالخشوع والهدوء والتذلل من ذكر الحركات نور الاسلام. عبد الله الغيري ان غرفوا لها تاسيه عيال في تمام جريته روع العوار. لا سين سيدي وكروا على فيه انما انتم حياته ذكر فيها صح الوجه. السين اللي بيه اسمه الكاتب. أظن إذا هو سخالك ما ولا من إذا ما هو كلفه ولا لكم ولا غفه وقصك وكم من هدي الله سبحانه وتعالى إذن بيسوه يعني وقال الرواء إنه يعني سوق ويستو سوى سقاطه وحي الدين يعطل وهلك سوى مريو تشريفا لإذن الله إذن الله سوى شقه إله موعي سوينين مركو ماشى سوقا بيحي ذي بيع وصفرين وخشوعة محبة إلهي جعي في سي جعي في رسول صلى الله وسلم عليه أي قلبك الكتاب تاك ومكا خشوعي ومارك تاسيلاس ذكري نفعي مركو يا رب في قلبك سبحانه وتعالى وقال الله أجمال رعا سوقا وما من حلقات كبولة حكاية كان يستوعي فيه ومرك ذلك الربيع يعني لقد دقايا وإن لقى السحر نفتي إلا لقى السحر نفتي لو حي كمتا يجب فعلا يكون غرام شديه كمتا مرك السحر لقى توسطه من إعلى لبا أخلاق لبا توسطه أنه هذا عدو ما يلقى كاسو كاربا هذا كراو حجريا المعلم عمر بتقرأ دقايا يا أحد الآل مرة وعي الله فكبري يا ليل مع الوكارة أقول لهم قرام صاغين كل يا نور كل يخلق يسمع الكورة وحبات بسم الله الرحمن الرحيم وخوات بسم الله ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ويهد كان ياسم ربما نسكو إخارة كان خلق يا صواتي يا ربما كرها الإخارة هاي اللي معنا وقال لنا عظيم الكرم هذا مركي معلم كي نوحي هو ايه ايه واحد بسم الله الرحمن الرحيم كم يا ايه بسم الله وانا مركي قال بسم الله الكرم وكترا وكسا مركي وزمروي وان اسكو خلط كقرآن كسا حي لا هوسو ويالو برزوليني وهوزا كامل عمي أنا في هذا فريزر من دريان أبو سعيد من غرام كشري بسم الله الرحمن الرحيم بركب الجديد وحول يعني تبقى البدعة بركب اللي سيرتي يعني خالات كان وصل وين سيصحن وغفي فصلوا في الأيضاني فصلوا في النور في إعلال الوجه يسكم الله هذا الله والنموذج كله مجتمع يبرشد يبوري يصرد يقوسك وكل عندنا بيهاي وانا اسرع عباده الاخلاق الالات لخشوع الله الله لكن هذو سر عيال في المسكين وما لا اسكت ترى هاي سي عمر سر ترى هاي ياسيه وكره سر اللي بيسر هاي سر المسكين هاي وحوي وقتاس يعني من نوع كره وقت لغة كتر الجمال وقت صور كتر الجمال من نوع كره وقتاس مطلوب الرواب تن أرينكو انت عقيدتي يعني براتان وعلم اهالي حجة اهالي ابو براتان ضدك للومية وولاليه اني عقائد فلقى اللومية هتسوها من النساء تعب ودورعي في الإنسان وقفك المهمة العالية وقفك المرحب ايه رب اسوه يعني الدفاع كريو كجر مرضو مرضو قلو الى دفاع عن كجر كبلا اسكيل عليها غوارها إلى هي الدفاع اللي قاعد يجي الأمر وقف كل ليش قرابلة لا عقيدة الرجال دي إلى أتفت وكاس يحوى كهرج ويد رمي ورا المحقول المشي وبعض المسلاس مسافر المشي ويخلد هاي
ورسو هارون وإلهي كعبشان إسرائيل ومالك أهنكم وأهن خوضر وأهن سنوني من الخلاص صلى الله وسلم عليه فكما يعني الهمة العالية إنولي هم تتكلم يا رب عالون وإلهي كبارين قالوا اسم قرآن منكم ماشي مراعي اسم خطر جهن والله يعني ضعف الهمة والتاس ضعف الهمة إلا بيه بيه كبارين نكا سنة يوسى الله كجوي وكل جاي بان كبدو ماشي طريق يا أكيد نمر هذه مرة بوارية يعني قفتو الهمة العالية وحكمتها وحيالها قفتا وحقبت في سوى كبدا قفتو هدو مرة بوارية كل فكرة يوغن هدو أحمد بركتي ضلو أحمد بركتي ما اللي تيستاتي المحاضرة مجيني كرتي وحاسة دوء أمسيني ولي ما شكك عوالي توصل لأوسي الصعب وأنا أخفكم إنه انتوا أحضرين كرو محاضرين جيني كرو ضد هنورين كرو ضد الخلدي ومارك تاهي سوء هنورين كرو إنه علمك بأسهل كقاري كرو علادنا بأسهل كقاري كرو هم ماذا سنكو جيشتان من حتى جاهلية وهي تذكر جاهلية وحالية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون رئيسة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ألق العباية بفكة يعني ضعيف الشخصية وضعيف الهمة وآل أهم قلبي ما يستطيعون كيف كيف وين عباية وقال لا تذكر هذه الجاهلية سمعت عليها وحكى ميضة كبيرة مرك ألق أبوان تريد العقلها لحلاه سعلوك المناه وهمه من اللؤم ان يلقى نفوسا ومطعما تريد لحلاه سعلوك ضبط الله يقول مناه وهمه يلدين في سلام وياه من اللؤم تغلبته ان يلقى نفوسا ومطعما إنه لبس قرآن قاطع على شهر البروس انت هزمين نرشي سبس على سنة العرب على كل يعني كل ما حوكم فكرة يسو ما يخبروا ضد سوى هنوري كان علوم وويل يا رب كان ماركتا بطا إذو هقاني هاي أمد والدين ماركتا هاي فانت وشاقين هاي وضدخي بس هاي نقو هذو قرأس بس أمد أنا بس كو فكر ماي ويقول فكرة أن يلقى على بوسى ومدعمه وقال لي بشي عنا كام موضع عرشنا كوبوي بس بشي ورغيري يرى الخمس تعليلا ويلقى شمعة يبيت قلبه من قلة الهم مبهما يرى الخمس تعليلا قال جلوه أخا علمك الله قال جلوه درشد الله قال جلوه شمير الصريب لك الله قال جلوه تعليمه أفهم زين على نغف كتير وفكير أنه إنه مقام قالوا وحضرته أساسا ومضان وقالوا أساسا أن كنت ديالا يعني وقال جانا ونسع على ابن اللي يعرفش بأسيس كسر نسوي وإن يلقى شمعة هدو دراجة أكبر معلوش يسوي بوحد يبيت قلبه من قلة الهم بوهم قلبه يسا همي كاردة إلا همي يسا ضعيفة ورأس كما الله قلبه يسا مدمان وحب جيرا مدى عنده ربي عرفش أنه بحدا فكر كاردة سجينا مرحبا حولي همك النوع عاشر كان واحد عرب جاهل أي كده يجيب حتى حيوانات يسكو همي ما وارفتين مركي كتوتا دراسي حياة الحيوانات مروش حيوانات حيوانات يسكو دبيعة ما هو دواسي أنه هو دبيعة يمكن كالدوان هاي يقل أي دبيعة كالدوان يجي مركب لدراسي حيوانات هذا هو حيوان وإما الحيوانات الحيوانات وهاشا عن كبوتري لما خلوق إلى لوقا طلعت على العرب من وحيد هاي يعني علو الهمة وتصور هو ما يعني الهمة دل على الصحيح لأنه بها كان عن كبوتك مركب ومرشب لا يتكل على منة الأمني بل يبني لنفسه بيته
هایونی حتی اول حالی نه تلاش کرد تو هایونی گروه دست به حتی مشغول مرو و شراب و راکسیان شرایط اکوریا راک اسلام فاطر عیال یعنی من اول رویش حتی مشغولی رو کرد سیاری مغل کرد سیاری من اول وقت کرد تایی ولی یاد دل عقل و تصور رو اما دل عقل و ایلاد هایو دل عقل حیلاد های حسب ماشی گفتو یا مسئولیت ماشی گفتو ایلاد و حسب آن هي بعض الضغط هاي مرقي كل يوم بس هتو الشباب كيسير أسوأ ولا جسر وحيكون ضغطها وحيارم يعني سلاح حنجر وكاع ويا الأفكار في ما لي تغنى أي وضوين كا وقول لي أسوأ مرة وضل لي كل هذا نيرع عربي واه حيوان كان مسوق يا فرمان أفكار إنه كل نوع المرة ماشي تسير أسوأ مرة مش ناس حنجلة موقع حسن أولا حيوان قدوم يمالي كنت ربو أنت أيضا عن كل جراء تبقى من الله كل من الله شاء الله كنت هذي هذي أي ناكت هاي باشا على عرضهم ونين أيو باعتف عاو مير الوفر حنجلة يكا قادي يوفر جيد الوفر جيد كاسو كوي مان مركي واستعمال البصنا يبكو سياسة مركي يوغاتي 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 مش أقول بلاس طبعا على على يعني هو اللي ما هسي نوصلهم طيب ده على حسب كلامه لكن ما كل يا الغراء الغراء وحال يا حيوانات وحال قلت الماما ضعف الهمه وهي ما ليش اياد اللي يد ضعف الغراء لا يقع الا على الجيه تقول واحد حيوان كالدين بسوا كل جوا بخت يا أبوي ما هو سبات سبات يعني هم يسوا قصة دع ما يسوا أصلا انتشر ليست واحد نور دشة واحد نور دش من أول يسوا في تعبير ما أقوله واحد بخت يقص واحد ماشى في تعبير ما جاء واحد قص في يد ضعف الهمة من هذا يقول مرة واحد كمل نوع عس دكان تبع عيسى وقفر عاد فنوع نسوي شغيل وساس وقص في يد نن وحصاب بطيء ما هر أديه وخبره كم إنسان مر بيو مشروع هسي ومرك كريس وسجاري في المجلس ما كطوع الغرات هي ما طوع من لسفين علي أيها حتى ما هو حاجته الكوفة بيكون ما ها فتكره ترى عادي سيرنا تلو يا بنا وشيو حدا هنشتريه لكن هو ترى في سنة غدوها أمو مراسل يعني هو هيدو جيدا هنشاري هو هيدا أفار من دوكا مراسل وفي هو هيدا هان هنشاري لك هو ترى في سنة غدو يعني أو هكاني دوكا وفي أو هكاني فلتوكا على هكاني وكبتا هذا أمو مراسل يعني حارو عنا ومن رفني بسكاجين مرحب هيدا هان